المهارات الحياتية. الدرس الخامس العلاقات الصحية. انتبه لما هو واضح أمامك. عندما تشعر بإحساس قوي فهذا يعني عادة أنك على مستوى ما تكون واضحا وتعرف ما تشعر به. ثق بهذه المعرفة، إنها معلومات جيدة حتى لو لم يكن بإمكانك التعامل معها في الوقت الحالي. هذا النوع من المعرفة عن طريق الشعور يسمى الحدس. يطلق على الحدس أيضا الشعور الغريزي، لأنه يوجد المزيد من الشعور بالجسم أو البطن. نحن نعرف الأشياء بأدمغتنا من العقل والفكر، ولكننا نعرف الحدث من المشاعر. ما هو الحدث؟ الحدث هو شعور يصعب وصفه، يخبرك أن تكون حذرا ويحاول الحفاظ على سلامتك. غالبا ما تظهر عند الحاجة إلى اتخاذ قرار أو لإخبارك أنك قد تكون في خطر. هل تعرف أين تشعر بالحدث؟ كيف يبدو لك؟ أنواع مختلفة من الحدث. متى كان الوقت الذي شعرت فيه بحدثك؟ ماذا قال لك؟ هل تثق به على الفور؟ هل تطابق مع ما قاله عقلك؟ يمكن أن يكون الاستماع إلى كل من عقلك وجسدك صعبا بدرجة كافية، ولكن إضافة ما يريده قلبك قد يكون أكثر إرباكا. العلاقات من جميع الأنواع ممكن أن تكون فوضوية حقا وحتى مؤلمة. من الممكن تماما أن تحب شخصا ما، أو نعتقد أننا نحب شخصا لا يعاملنا باحترام أو بالعناية التي نستحقها. إذا كنت تعتقد أن الحب مربك فأنت لست وحدك. الحدود. إن الثقة في استجاباتنا الجسدية والعاطفية وليس فقط ما يقوله عقلك يمكن أن تساعدنا على رؤية ما تشعر به بالراحة والصواب. يمكن أن تساعدنا في تحديد حدودنا. ما هي الحدود؟ الجميع له الحق على أن يقرر ما هو مناسب لهم وما هو ليس كذلك. بعض الناس يحبون أن يعانقوا. بعض الناس يشعرون بعدم الارتياح لكونهم معانقين، وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص قد يكون هذا الحد. هل يحترم الناس حدودك؟ هل تحترم حدودهم؟ هل تعرف حدودك؟ كم من المساحة تحتاج لنفسك؟ هل تحب أن تعانق؟ وهل من الجميع أو فقط من الأصدقاء المقربين أو الأسرة؟ كم من الوقت تحتاج لتكون وحدك؟ هل تشعر بالحيوية عندما تكون مع الناس؟ أو هل تشعر بالتعب عندما تكون اجتماعيا؟ هل تستطيع إخبار الناس أنك لا تريد أن تفعل ما يريدون القيام به؟ أم أن هذا صعب عليك؟ ما هي الموافقة؟ عندما نكون سعداء ومتحمسين ومستعدين للسماح لشخص ما بعمل شيء ما، يمكننا أن نقول نعم، نحن نحب ذلك ونريد ذلك. الموافقة هي أيضا قول لا وتعنيها، وكلمة لا ليست سيئة، إنها قوية جدا. أي شخص لا يقبل لا لا يكون مستمعا جيدا أو صديقا أو شريكا. إن فهم ما نحتاج إليه والسلوك الذي لن نسمح به يصبح مجموعة مهارات مهمة للغاية. بعد ذلك علينا أن نستمع إلى ما يحتاجه الآخرون وأن نبذل قصارى جهدنا لرعاية جميع احتياجاتنا. الاستجابة مع التعاطف. ما هو التعاطف؟ انقر هنا. العلاقات الصحية القوية لها الوعي الذاتي، الكثير من الاتصالات، حدود واضحة، والتعاطف. مع من لديك علاقات جيدة؟ ماذا يحلو لهم؟